بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة الملاعب الرياضية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبصحة جيدة وعافية. بلغت يمكن الكورونا ذروتها وسط المجتمع السوداني، والناس بدأت تخاف، الحمد لله بدأت تخاف شوية وبدأت تبعد من التجمعات، برغم عن الحظر اللي فرضته الحكومة، لكن برضو محتاجين وعي أكثر، محتاجين الابتعاد عن التجمعات النهارية. شوية شوية الناس بدأت توعى يعني وتحس بالخطر بتاع الحياة، نحن ما دارين بعد ما اتصلنا جوا، بعد ذاك نحن نحس بالخطر الحقيقي، وبعد ذاك نحاول نخاف وكذا. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بنعمة الصحة والعافية، وأن يعافي كل مسلم من هذا الداء الخبيث الفتاك. يسعدنا وشرفنا اليوم في قناة الملاعب الرياضية استوديو الملاعب أن يكون معنا أحد الغامات الإعلامية في الصحافة المريخية، الأستاذ نصر الدين الفضلاوي، رئيس تحرير صحيفة الزعيم. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ الفضلاوي. مرحبا بك الأستاذ حسام، مرحبا بالمشاهدين الكرام، ونتمنى يعني زي ما بنكرر طوال نكون طلة خفيفة عليهم وندلي بما يفيد وما يخدم القضايا الرياضية عموما والمواضيع المدرجة على جدول الحلقة بإذن الله. إن شاء الله. مشاكل كثيرة بتحيط بنادي المريخ هذه الأيام، مشاكل إدارية كبيرة. الإعلام المريخي ودوره في الحاصل في المريخ الآن. طيب في البدء أنا يعني بواصل في مناشدتك لشعبنا العظيم بأنه ظروفنا الصحية أو المرافقنا الصحية والعلاجية ضعيفة شوية. صحيح. فنحن يعني خير من يعني يعمل بنصيحة الوقاية خير من العلاج. ناخذ الموضوع ده بمأخذ جد، واسبوعين لقدام الناس تضغط على نفسها، ان شاء الله بعد ذاك الناس بتكون في بر الامان إن شاء الله. او يتلقى لقاح لهذا المرض العجيب. نعم. ونحن في السودان يمكن يعني من لطف الله علينا انه حتى الان الامور تحت السيطره. نعم. نتمنى ان تستمر هذه يعني المعدلات المنخفضه لهذا الفيروس القاتل الخطير، والحمد لله انها كلها جايه من بلدان يعني فيها اوبئه وكذا. نعم. طيب ندخل في الموضوع مباشره. نعم. يمكن قبل سنتين على ما اذكر وفي هذا المكان تحديدا، وكان يجلس في مكانك الاخ الاستاذ عمار ابو راس. نعم. وكان الحديث عن قضايا مريخيه، يمكن المجلس ده مما جاء القضايا أهم وتشابهة. نعم. فأنا كان يعني رأيي إنه ياخذ مجلس ده يمشي. حتى قام قال لي عمار سألني سؤال، قال لي يا أخي امشي كيف؟ قلت له لو مشي الساعة 2 أفضل ما يمشي الساعة 3. نعم. لأنه المجلس ده نهايته حتكون على المريخ كارثية. وزي ما العالم بيعيش الكارثة، نحن الآن في المريخ وصلنا مرحلة الكارثة حقيقة يعني. لأنه الأخطاء الجسيمة والدمية اللي حصل في المريخ على كافة الأصعدة يعني شيء لا يطاق ولا يصدق، ويعني بيحتاج زمن طويل على أساس أنه الناس تقدر تعيد المريخ لسيرته الأولى. نعم. لكن الإعلام المريخ له دور كبير في الأزمة الحالية من يأتي ناحية، من كل النواحي. أول حاجة ما دعم المجلس ولا وقف مع المجلس إذا كان، ولا دافع عنه، ولا حتى يعني وجد حلول للمشاكل الموجوده في المريخ. طيب مين بدل المجلس ده استاذنا الفضلاوي؟ هجوم على المجلس، هجوم على المجلس متواصل من الاعلام المريخي. معليش يعني انا ما داري ادافع عن الاعلام المريخي لانه شهادتي هنا مجروحه لانه انا جزء من الاعلام المريخي، لكن انا عايز اقول لك حاجه يا اخ حسام. نعم. مجلس ده لما جاء الناس كلها تضامنت حوله. هو اظهر نواياه السيئه للناس منذ الوهلة الأولى. نعم. وكان في مؤتمر كارثة انعقد في النادي، كشف فيه المجلس عن إنه هو أصلا مجلس ما جاي للبناء ولا إنه يواصل مسيرة العطاء، لأنه المريخ ده تقريبا 31 رئيس كان مسيرة ممتدة ومستمرة من العطاء والإنجازات. نعم. وكل تجربة بشرية عندها إخفاقات. صحيح. الناس تناقشها بموضوعية، ولكن هذا المجلس ما قدم إلا الدمار. نعم. تدعمه كيف؟ وما طرح إلا الشتات، ولم يبرز إلا الإخفاقات، ومسيرته ما محفوفة إلا بالمزيد من الهدم والتدمير
والفرقة والشتات لأبناء المريخ. لكن ما قدم أي حاجة المنجزة. نعم. كويس؟ نعم. أنا قلت لهم يا جماعة أنتم مجتهدين، لكن هذا الاجتهاد غير كافي لإدارة نادي في قدرة وطموحات جماهير المريخ العظيم. نعم. هذه الجهود يمكن تناسب لجنة مساعدة في النادي بأسس وضوابط. نعم. لكن هذا المجلس غير مؤهل أصلا، وتركيبته من البداية تركيبة فيها يعني شيء غريب، إنه رئيس ذاته محيطة به وظروف خاصة به. نعم. وبنظل في كل منبر نحن نتمنى إنه ربنا يخفف عليه ويحل كل مشاكله إن شاء الله، لأنه إحنا لا يعني هو طالما من رخابي ونيته يدعم وكده، نحن برضو على المستوى الشخصي بنتمنى له إنه هو يكون يعني في وضع كويس. نعم. وإنه مشاكله تحاصر وكده. نعم. إنه الرئيس ما موجود في الساحة. صحيح، لكن برغم عدم وجود رئيس النادي على الساحة من الظروف اللي ذكرتها، لكن المريخ حقق البطولة الدوري، المريخ سجل أفضل الخامات المحلية الموجودة، المريخ تعاقد مع كثير من المدربين، كان مسيرة المريخ على مستوى على الكورة يعني كان ماشي بصورة جيدة. هذا الفريق أو هذا المجلس ورث فريقا مميزا، ورث فريق فعلا المجلس السابق، ويمكن أنا في مقولة دائما بنرددها إنه يعني في منهج كان بيمشي به الرئيس جمال الوالي، بيفتكر إنه أفضل استثمار في كرة القدم في فريق الكورة. نعم. المجلس ده ورث فريق كورة مميز، وهذا الفريق استطاع انه او عظمه القوي ده استطاع انه يحقق انتصارات كبيرة جدا. هذا البناء تم بأيادي الغير ما بالمجلس ده، فعلا حصلت بعد ذاك بعض الإضافات وكده، ولكن الفريق الكورة كان فريق مميز وفريق يعني يمكن بعد ذاك الظروف ذاته ساعدته، إذا كان فوزه بالدوري إذا كان هنا في ظروف كده يعني ساهمت في أنه هذا الفريق يستطيع أنه يحقق بطولة الدوري، وكلنا تابعنا بعد ذاك الدوري اتعمل يعني من دورة واحدة لظروف ما وكده، ويمكن نحن كنا أكثر اعتراضا على إكمال الدوري. نعم. لكن بعد ذاك رب ضارة نافعة. صحيح. أكملت دورة واحدة واستطاع المريخ بشبابه بإنهاء إنجازه حقق هذا الإنجاز، وده إنجاز طبعا ما فيه كلام، يحسب للمجلس ببطولة الدوري الممتاز. نعم. مش يحسب للمجلس وحده. لكن أستاذ الفضاء أنا دار أديك حاجة، المجلس ده عشان أنا أتكلم بالبلدي. طيب. ما نمغى الكلام. نعم. المجلس ده أول شيء فريق الكورة ده وجد رعاية من خارج المجلس الإدارة. نعم. ظل المجلس أي مشكلة بيفجرها، بس عندنا كده وعندنا كده وعندنا كده، الناس دي مضامنة يعني. الشغل التم في فريق الكورة والتضامن اللي حصل حول فريق الكورة في عهد المجلس ده ما حصل كله. نعم. ليه الإحساس الناس بأنه أصلا ما في مجلس موجود. نعم. والمجلس ضعيف، وكل مشاكل فريق الكورة اتحلت إذا كان عن طريق الروابط الخارجية وأخطاء محليين. نعم. ويمكن أنت تابعت كثير جدا من العطاءات يعني الكبيرة لعدد من رموز وأقطاب نادي المريخ في الفترة اللي فاتت دي، ممكن في روابط هيئات معسكرات وهيئات وحلحلت مشاكل لاعبين وإعادة لاعبين وكده وهنا، بل بالعكس مجلس الإدارة كان كل ما يلقى له فرصة بيع له لاعب كويس يمشي به نفسه فترة من الزمن. نعم. يمكن فرط في خامات كبيرة جدا. نعم. يعني المريخ كان بالذخيرة للمنافسات الكبيرة وللبطولات الكبيرة، فما أعتقد أنه مجلس الإدارة كان له دور في فريق الكورة، ولا حتى يعني ما كان عنده عطاء ملموس. انا والله استاذ الفضاء بجايك لعديد من النقاط المهمه جدا اللي الجمهور الكريم لابد ان يعرفها، لكن كرأي شخصي بانه الولاء اللي بيجي لجمال الوالي من اعلام المريخ ومن جماهير المريخ وهو حق بذلك، جمال الوالي ما في زول بيقدر ينكر فضل جمال الوالي على المريخ وعلى الرياضه السودانيه، لكن ولاءكم وحبكم لجمال الوالي خلاكم يعني ما تشوفوا اي انجاز لاي زول ثاني، المجلس حتى لو ما كان مجلس ذكال كان اي مجلس ثاني عمل اي انجاز بتقولوا ده شنو لجمال الوالي ولي حاجه، بتخطوا دائما رؤساء النادي المريخ اللي بيجوا بعد الوالي في 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 كفات مع الوالي، جمال الوالي والسوداكات جمال الوالي واكس جمال الوالي، ف صحيح جمال الوالي عمل ما في بنكر الحاجه دي، فضلوا على مش على المريخ بس على الرياضه السودانيه عموما، لكن حبكم لجمال الوالي كان اكبر من حبكم للمريخ ولمصلحه المريخ ولذلك وقفتوا ضد السوداكات. الاتهام ده طبعا مردود عليه. نعم. وهو اتهام ما صحيح.
طيب انا اجيك للملخص وللنتائج. طيب نجي للنتائج. نحن لما نقول ناخذ مجلس اذا كان ما نافع، النتيجه كانت شنو؟ انه احنا من كارثه لكارثه لحد ما باعوا المريخ ذاته. نعم كويس. القصه ما جمال والي. نعم. اذا في زول جادي في انه يعطي المريخ، الناس هل ممكن يعني تتمسك بشخص كويس واحد او تتمسك برئيس او انها تظل طوالي في محل المقارنه او في محطه المقارنه؟ ده ذاته كلام بالمناسبه، ده ما كلام ناضج يعني، حتى ولا كلام من رخاب ناضجين. لكن انت تعال معايا يا حسام، النتيجه كانت شنو؟ النتيجه الان شنو؟ نتيجه وجود المجلس مشاكل كبيره وصلت، مشاكل يا اخي، مشاكل ضخمه. نعم. انت في النهايه وصلت مرحله بعت المريخ، بعته بابخس الاسمان في الاستثمار. يا اخي انت كيف توقع لك عقد لمده 20 سنه وفيه شرط جزائي انه انت اذا اخليت بالعقد ده تدفع 10% ولا 17% ولا كم، انا ما طلعت على العقد كله، انه تدفع الارباح المتوقعه ليه على الورق لمده 20 سنه. انت لما تجيب مدرب، حتى لما تجيب مدرب، لما تضع شرط جزائي بنهايه العقد اللي هو يا سنه يا سنتين، صحيح، انت دار تدي المريخ، تقوم تعين لك زول رئيس لجنه استثمار وتجيبه هو ذاته يستثمر في اراضي المريخ. لكن الاعلام المريخي سرب عقد الاستثمار للاعلام وكان له دور برضه في الازمه دي يعني بدأ. طيب انت يا حسام انت طبيب، نعم، العينه دي، العينه اللي بيشيلوها اللي بيفحصوها دي هي اللي بتديك المرض، صحيح. طيب انا اديك ده الملخص بتاع المجلس ده، صحيح. غير انه يا اخي انت معقوله كاتب مديونيه على رئيس النادي او رئيس النادي او المرشح لرئاسه النادي، لانه ادم سودكان لم ينال شرف رئاسه نادي المريخ وفق قانون 2008، دستور 2008، النظام الاساسي لنادي المريخ. المريخ اتبع للمفوضيه والمفوضيه ابطلت شرعيه هذا المجلس. نعم. حتى الاتحاد العام رفض اجازه النظام الاساسي اللي اجازوه، اللي عملوه كلفته ب 70 نفر، والمجلس ما رمى المنديل الابيض وقال انه حيمشي للفيفا. يا اخي ما ده موضوع ثاني. نعم. نحن في جلستنا دي ادم ما رئيس نادي المريخ لم ينال هذا الشرف. نعم. ولم اقول انا هذا الحديث لوحدي، حتى شمس الدين اللي كان له دور او نصيب الاسد في حضور هذا المجلس وصاحب العضويه الاكبر جاء وقال نفس الحديث. قال نفس الكلام ده، انه ادم لم ينال شرف عضويه نادي المريخ. نعم. اوكي؟ طيب. طيب دي عينه. انت بتسجل مديونيه على نادي، على او لرئيس نادي، 36 ألف دولار كمقدم عقد لمدرب وما استلمها. ده حصلت في تاريخ الانديه في السودان؟ لا. وطلع لايف. قال يا اخي انا القروزي ما استلمتها وما دايره. بس ما تسجل مديونيه. أنا عافيتها للنادي تقديرا واحتراما لجماهير المريخ، أنا البروج خليتها. وأنا أتكلم معاه برضه في قضية الزلفاني. وكتبت قال مخالصة، يستغلوا المخالصة ويسجلوا هنا مديونية. معقول يا حسام؟ في كلام زي ده بيحصل؟ لا. طيب ده ملخص لشو؟ هل نحن كنا في الموقف السليم ولا في الموقف الخطأ؟ سليم. نحن رفضنا المجلس ليه؟ نحن كنا في الموقف السليم. بمستنداته بايه؟ ايوه، ولتتبع، لانه انت يعني مسيره المجلس من بدايتها انت بتشوف الامور ماشيه في هذا الاتجاه. صح. انت لو ما قريت الواقع وكده يبقى الاعلام هو شو يعني؟ الاعلام من خلال حدث محدد، من خلال طريقه عمل المجلس من بدايته بتقدر انت تعكس الواقع للناس. نعم. والاعلام دائما بيسبق الناس بالقراءات والتحليلات وكده. صحيح. يبقى ما قصة انه جمال والي واحنا ما شايفين فيه وكده، نحن من البداية قلنا لهم اوكي معاكم 100%. نعم. وبدينا واشتغلنا لحد ما جاء المؤتمر الكارثة. نعم. اللي اعلنوا فيه نواياهم. كويس؟ نعم. وهم اصلا ما عولوا على الاعلام المريخ. جو في ما جو في حتة بتاعت يا اخي ادعوه للمؤازرة او كده. نعم. هم اساسا لما جو ضد الاعلام المريخ. واعتبروا عدو. حتى السيد ادم كبير يمكن اعترف ب يعني بعدم رئاسه السودكان لنادي المريخ بانه هو غير شرعي وكذا، رايك في حديث ادم كبير؟
ما هو بنص القانون يعني. القانون بيقول شنو؟ انت لحد الان النظام الاساسي بتاعك الماشي به نظام 2008، انت المريخ فنيا تابع للمفوضيه. المفوضيه ابطلت شرعيه الميلز ده كله كامل كامل. طيب الرجعه اللي حصل يمكن في فتره لما جاء محمد استاذ محمد الشيخ مدني ومعاه عبد الصمد وكده، يمكن اكثر فتره شهد فيها المجلس استقرار، ودي الفتره اللي حقق فيها الانجازات. يعني شنو؟ حل ملفات ماليه وعوائق كبيره جدا. بعد ذاك المجلس فجر قضيه جارزيتو، والمريخ حيهبط وما حيهبط، ده احنا ما عندنا بها علاقه وكده. جمال والي معاه اوكتايت طفوا الموضوع نهائيا. طيب يعني المجلس اي مشكله قابلته حلوها له. نعم. طيب اذا اتفقنا انه المجلس فاشل بالادله والبراهين، البديل للمجلس يا استاذنا الفضلاوي؟ طيب يا اخي انا قبل ما امشي هسه نحن الورطه اللي فيها العقد اللي وقعوه ده. نعم. العقد ده حسام في قانون، انت الليله الانديه دي لما تشيل اراضي الدوله تديك اراضي، الاراضي دي ما بتديك ليها، ما هي ما ملك حر. صح. هي للاستثمار. نعم. في المادة 32 على 2 على 3 بتقول لك انه من قانون حياة الشباب والرياضة انه نعم. الاستثمار ده مشروط بانك تشيل موافقة. طيب. مكتوبة. من منو؟ من الاستثمار، من نعم. الوزارة. من الوزارة. ايوه. طيب. وعندك اسس وضوابط بتشتغل بيها. نعم. هذه الاسس والضوابط بتيجي بتضبط العقود. ايوه، وبتيجي وفق القانون اللي هي لازم تطابق القوانين الدوليه. نعم. هنا في منفعه. صح. رئيس لجنه الاستثمار هو المستثمر؟ لا. هنا في منفعه. صح. المنفعه دي هنا القانون الدولي بيرفضها رفض قاطع. نعم. وممكن النادي اذا هم يمشوا الفيفا يقولوا شنو؟ الناس هي لحد الآن عايزة تحصر الموضوع ده داخل البيت المريخ ونلقى لنا حل. نعم. هم يستهدوا بالله وبالبلدي كده يقعدوا يدونا غبشة كراع. نعم. كويس؟ طيب. بالبلدي يعني. طيب. الناس دي هسه الآن وفق قانون حياة الشباب والرياضة ودستور المريخ أو نظامه الأساسي لعام 2008 هم شارعين. طيب ادوكم غبشة كرعيهم، البديل منو يا استاذ نصر الله؟ طيب اي بديل؟ المريخ فيه كفاءات وفيه قيادات وفيه كده. اي وين مجلس؟ وين المجالس اللي بترشح؟ كذا خليك من خليك من الترشيح خليك من التشريح من الترشح. نعم. نحن الان كمجتمع المريخ لازم نتكاتف ونتضامن ونكون مجموعه مميزه نشارك فيها كبار المريخ وكل القطاعات الفاعله في النادي وكده، نختار لنا غايمه. كويس. المريخ ما بيعدم غايمه بتاعت لجنه التسيير لفتره تعيد الاوضاع لائحيا وقانونيا وتهيئ الاجواء لانتخابات ننتخب فيها مجلس. وانا كان جاي برضه لدور احنا ما وصلنا مرحله العجز في انه احنا ننتج كوادر جديده. نعم. صح. الواقع مؤلم، والزول اللي بيجي بعد الناس دي حيلقى كوارث. صحيح. لانه العينات المرقت دي المدفن كثير. صحيح. نازل فيها الغام دافنينها ما معروفه هي ما معروفه تتفجر 200 وكيف. ايوه. لكن بعدين الزول ده هسه بيتكلم عن انه يعني هو مفروض يسلموه. لو ما سلموه في شرط جزائي. طيب. يعني لو جاي مجلس خلى بالشرط الجزائي ده حيدفع ال 10% وال 17% دي لمده 20 سنه بارباح هي على الورق. في زول بيوقع عقد زي ده؟ لا. طيب يبقى معناتها نحن هسه اول حاجه الاخ ابو عوف او الشهير بابو عواب. نعم. هو رجل مريخابي ما في اثنين ثلاثه ودعم المجلس ده واداهم $100,000 مقدم بالمناسبه. طيب. ولما جاء قال لهم سلموني الاراضي، قال لا ادفع $50,000 ثاني غد. يعني هو يكون ما ملم بالقوانين او غد، المهم قد يكون في خلل ما. طالما هو مريخابي ورجل حريص على المريخ ومصلحه المريخ، اول حاجه العقد ده يتفسخ. نعم. يتفسخ. ما يجي يقولوا لي حتى لو توقع في عقد بدل قبل كده ما عملتوا حوض سباحه، حوض السباحه
يا اخي المريخ ده كان فيه 2 من قيادات وزارة الطرق صحيح. والاراضي، نعم. جروا جري شديد عشان يصدقوا الحاجات دي ويجيبوا الاذن ويجيبوا الحاجات ويعتمدوا العقودات، وحتى الكروكي، حتى المقصورة دي الكروكي عشان يعتمدوا مشكلة كانت، صحيح. حتى المباني. فكيف انت تجي بس طوالي الشلك؟ هم الناس دي المفتكرين انه مجلس الادارة ده يعني الاشراف ده خلاص المريخ بقى حقك، ده اشراف فني صح، لفترة لفترة محدودة. لفترة محدودة، انت تبيع على كيفك وتعمل على كيفك وتوقع لك عقد 20 سنة. أستاذ نصر الدين، إذا كان خطينا مغارة المشاكل المريخية مع المشاكل الهلالية، كثير من الجماهير الهلالية وصلت حد الاعتصام ضد شرف الكاردينال، لكن في مجالس جاهزة جاهزة لتسلم مجلس إدارة نادي الهلال، لكن المريخ حاليا ما عنده مجلس جاهز عشان يستلم. هسه انا قاعد عشان كده معاك، المريخ انا قاعد معاك خايفين هنا، من مصير مجهول، يقول خلينا نشوف إذا كان من مصير مجهول. انا قاعد معاك هنا حسام اللحظة دي. الان جماهير المريخ واقطابه وكل قياداته جاهزة لانها تكون 3 قوانين، مش قائمة واحدة، 3 قوانين، لانه شفنا في المريخ ده كل الناس اتحركت. الان في 3 ممكن نجيب 3 قوانين، وممكن ال3 قوانين دي ندمجها مع بعض، نعمل سيلكشن، نختار افضل الناس فيها ونعمل قائمه تدير المريخ على افضل ما يكون، وتكون على قدر طموحات جماهير المريخ. اللي بيحصل هسه في المريخ ده دي جريمه منظمه، وده نهب منظم، ودي فوضى اداريه كويس، ودي ذاتها كون ذاته. نحن لو ما الظروف الاستثنائيه اللي مر بها البلد وهي في مرحله انتقاليه، يا اخي دي فوضى، ده اجرام اللي بيحصل في المريخ ده، يعني دي حاجات اصلا مفروض يعني انا والله انا كنت برا انه مجتمع المريخ ذاته، كل مجتمع المريخ يعني يحصل حراك قوي جدا في اطار القانون. نعم. احنا ما بندعو على الفوضى، صح، لكن في اطار القانون، انه يا اخي ازاله الواقع ده واقع مرير، جريمه منظمه بترتكب باسم نادي المريخ. تتكلم لي يا حسام عن انه يا اخي والله في مجلس هو ما جاهز منه، هل البديل يكون الإجرام؟ لا، هل البديل ممارسة التخبط والعشوائية وفي النهاية نبيع النادي؟ لا، الناس تجلس مثلا مع المجلس الموجود، بس المجلس ده كان الناس تجلس معاه ويطلع معاه نقاط ويمشي عليها يعني. يا أخي جلسوا مع المجلس ده قبل كده وقال لهم ما تمشوا، وجابوا لهم خيرة الناس، نعم، وفروا لهم دعم مالي شهري كويس، وحلوا لهم كل المشاكل الموجودة. النتيجة كانت شنو؟ تشبث اكثر، وعدم اعتراف بالاخرين اكثر، وتقليل من قدر الاخرين، ومضايقات للناس اللي حلوا لهم مشاكله. نعم. فيا اخي نحن جربنا معاهم كل، دعموهم الناس من برا ودعموهم من جوا وحلوا لهم مشاكل وقفلوا لهم ملفات الفيفا وعملوا لهم السبعه وزمتها. في النهايه يعني المريخ كان جزاؤه شنو؟ جمهور المريخ. دي النتيجه. نعم. كافؤونا بانه باعوا المريخ؟ نعم. المجلس السوداكال يمكن عين الكابتن تاج ابراهيم في اداره الكره قبل فتره وتمت اغالته بالامس. ده اللي حدث معك في اداره الكره بالمريخ. والله يا اخي لا يستقيم الظل والعود اعوج. نعم. المجلس كله يمشي. بدايه لا انا ما اتكلم عن التاج. والله يا اخي كابتن، يعني كابتن التاج راجل مخلص. ويعني جا المريخ بروح عاليه. وراجل هو مثقف بالمناسبة، واشتغل يعني اجتهد، وهو لاعب مش على مستوى نفسه، حتى على مستوى بقية الزملاء. واعتقد انه يعني تعيينه في دائرة الكورة، هو رجل مخلص وعايز يأدي المريخ كل ما يملكه كده، لكن كونه يجي شيء اخذ شيء طبيعي. الناس يعني بيعملوا حاجات، يعني يا اخي ده عبد الحي ذاته، عبد الحي احمد العاقد ده يعني المدير المالي للمريخ ده كان واحد من نقاط القوة المالية في المريخ. طيب. كل الميزانيات بتاعت المجالس المتعاقبة اللي كان عبد الحي موجود، كلها ميزانياتها مجازة وكده معتمدة من المراجع العام بفضل هذا الرجل. نعم. ده غيبوه عن الملف المالي. تقول لي التاج ابراهيم. ده حدث معك برضو عن عبد الصمد ومشكلة الأستاذ عبد الصمد ووقوف الإعلام المريخي مع عبد الصمد. ما يقفوا، وهي المشكله شنو؟ لكن يعني عشان كده خليني من الاسماء. نعم. يا اخي عبد الصمد ده مع محمد الشيخ مدني. طيب. وقبل على مضض انه يكون امين مال. طيب. واشتغل هو عبد الصمد
وضخوا المليارات في الميليزة واشتغلوا شغل كبير جدا، بعد ذاك انسحبوا. الوقوف مش في هنا في الموقف يا اخي، تحمل الشيخ ده حل لك كل المشاكل الموجودة وبيمولك شهريا بمبلغ وغدره كويس، وبيحل لك كل المشاكل المالية، ودخل السجن. يعني رجل في هذا، يعني اول شيء محمد الشيخ غامة إدارية وغامة تعليمية وغامة، يعني رجل له مكانته صحيح، وفي سن زي دي دخل لك الحراسة. يعني شدة ما شال المشاكل اللي في ظهره كلها، تيجي تقول له يا أخي تعال وريني أنت ما عارف في كم كده دخلت وين؟ طيب المديونيات اللي هم القروش الضخوها دي أنت صرفتها وين؟ وخلوا لك بعد ذاك قروش كثيرة جدا استلمتها. المريخ الآن الملف المالي ده ما في زول يقدر يتكلم فيه، لأنه ما معروف اللي بيقبض من هو، اللي بيصرف من هو، اللي بينضمنه. اي زول في المريخ، اي عضو مجلس اداره هسه الان انا قاعد معاك هنا ده، ممكن يجي ودعمه يكون استلمه. يعني احنا ما بنجرم في ذمم الناس، لكن في اللوائح الماليه وريني المنصرفات. هسه امشي لعبد الحي ده المدير المالي ده، اقول له يا اخي انت قاعد في المريخ ده عشرات السنين بتعمل ميزانيه كده، عمل لي ميزانيه للمجلس ده، يعملها من وين؟ ينادي منه؟ إذا كان يقول لك قرش والله ما شاف فلان استلمها، طيب كان في دعم ما أعرف من هنا باقي قرش كاف ما أعرف شنو، والله لا دي مش هلاقيها فلان، والله يا أخي في ما أعرف شنو، لا دي خليها دي ما أصلا استلمها هنا وكانت دالة ناس هنا. ونسى يا أخي ورق ونسى ساكت، ده كلام ما بيبقى يعني. هما الملف المالي ده أنا لو محلهم أسكت كويس، لكن هل شعب المريخ يسكت على الجرائم دي؟ ما حيسكت عليها حسام. صحيح. لسبب، لانه ده مال عام. صحيح. وانتوا اصلا لما جيتوا قديتوا اعضائنا بالشفافيه. ما فيها شفافيه. وبرنامجكم كانت شفافيه. الماليه. وين في فيات مجلس كان في فوضى زي دي؟ خذي فوضى ماليه ما انزل الله بها، بعد الفريق ده سافر برا محلات كثيره، الروابط دي دعمت. في اتحادات خارجيه دعمت، في لاعبين احترفوا جابوا اموال كلها ما معروفه اللي بيستلم منه هسه، ما بتلقى توقيع واحد على المجهول. كل زوج اي زول بيستلم عنده علاقه بالمال، ما عنده ما كده. هسه الزول ده $100,000 دي الدفعه بوابه قدامه، ما اكيد حيكون الدازول ما عنده علاقه بالملف المالي. نعم استاذنا، تفضل منك في اخر محور معاك اليوم في حضرة يوم، والله سعيد جدا بوجودك معنا في استوديو الملاعب. دار اشوف توقعاتك لمقبل الاحداث في المريخ وحل المشاكل الموجوده في المريخ. والله شوف انت ما بتقدر، التوقعات صعبه، لكن الامنيات انه شعب المريخ ده ينجح خلال فتره وجيزه جدا، انه يشيل النازل، مش لانه احنا ضدهم في اشخاصهم، لانه المريخ في حوجة الآن لمجموعة جديدة تقود النادي ده وتوقف مسيرة الإجرام والتدمير الممنهج والجريمة المنظمة اللي بتمارس في نادي المريخ، وأنا مسؤول من الكلام. نعم والله يعني أستاذ نصر الدين، فالله بيحنا بهمنا مصلحة المريخ كأحد أضلاع الغمة وأحد الأندية الكبيرة في السودان، بهمنا يعني استقراره وتكون يعني ماشية في تراك صحيح عشان تقدر تأدي للكرة السودانية ولنادي المريخ العظيم. ان شاء الله يا اخي نحن نتمنى الكره السودانيه. وانا لو سمحت لي يا اخي في نهايه حلقتك، يعني لو زمنك بيسمح، تفضل. يعني انا من هذا المنبر الرياضي الكبير بتمنى الدعاء لقطبي المريخ، استاذنا الكبير محمد جعفر قريش بالشفاء العاجل ان شاء الله، ولدكتور اسامه الشاذلي بالشفاء العاجل، لكل مرضى المريخ ان شاء الله. الأستاذ محمد جعفر غريش يتعافى بالعاصمة المصرية القاهرة منذ فترة، فأنا بتمنى من كل شعب المريخ أنه يتضرع بالدعاء حتى يعيد إلينا سالما إن شاء الله. غانما إن شاء الله. غويا متماسكا له ولأسرته ولصحته إن شاء الله. ولدكتورنا أسامة الشاذلي في العاصمة القطرية الدوحة أيضا يتعافى منذ فترة طويلة إن شاء الله. ونترحم على كل الذين رحلوا في هذا العام، وعلى رأسهم
صلاح حمزة، يعني وزير الشؤون الاجتماعية في المريخ، إن صح التعبير، نترحم عليه إن شاء الله. ونتمنى للمريخ دائما الاستقرار. إن شاء الله. ونحن بنخاف على المريخ ده حتى من النسيم العليل يعني. نعم. نسأل الله العافية للمريخ، العافية دائما. شاكر جدا الأستاذ نصر الدين الفضامي، رئيس تحرير صحيفة الزعيم. شكرا لك أستاذ حسام، شكرا للمستمعين. هذه كانت حلقة اليوم من برنامج جزء من الملاعب، تناولنا فيها العديد من القضايا الرياضية المريخية والمشاكل الدائرة في مجلس إدارة المريخ وإعلام المريخ ودور في هذه المشاكل مع الأستاذ نصر الدين الفضامي، رئيس تحرير صحيفة الزعيم. مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، إلى اللقاء.